ازيكم يا شباب؟ اهلا بيكم في حلقه جديده من جيمز تو ايجيبت. في الفيديوهات اللي قبل كده احنا عملنا رانكينج وترتيب لسلاسل ضخمه زي جي تي اي واساسن كريد، بحيث ان كل واحد فينا بيرتب الاجزاء من اسوأ للافضل على حسب طبعا وجهه نظره، ومن غير ما يقول للتاني، عشان تبقى مفاجاه لينا احنا شخصيا. والفيديو ده بقى هنعمل نفس الموضوع بس مع سلسله دارك سولز وكل العاب السولز لايك. وزي ما انتم عارفين العاب السولز لايك كتير جدا، بالذات لما بدات الجندرا تشتهر شويه ويبقى ليها قاعده جماهيريه مخصصه ليها. فاحنا هنتكلم عن الالعاب المشهوره من النوع ده، وفي الاخر كل واحد فينا هيختار الجزء الفرعي او الاضافه عموما المفضله ليه، وده هيسيبنا ل 10 العاب بالظبط هنتكلم عنهم وهتشوفوها معانا في الفيديو. هنرتب زي ما احنا متعودين طبعا من اسوأ للافضل، فيلا بينا نشوف مع بعض. ليتس جو. هنبدا دلوقتي برقم 10. اللي ما لقيتش افضل طبعا انا هحط لعبه مورتل شيل. دي بالمناسبه اول لعبه اندي تحاول تقلد سلسله دارك سولز، وديت لها بصراحه فرصه، والغريب انها عجبتني نوعا ما. اللي شدني اصلا في مورتل شيل فكره الميكانكس بتاع الهاردنينج، لو انت فاكر انك انت تعمل شيل ويبقى زي الارمور بتاعك تخرج منه، بيفكرني جدا باتاك اون تايتن للناس طبعا اللي شافت الانمي. فكره كرييتيف بصراحه، ودي حاجه من الحاجات اللي عجبتني. وكمان يعني في حاجات مثلا ضايقتني زي ان مفيش فرايتي كتيره مثلا للزعماء، خلاني ان انا ما اقدرش احطها اكتر من المركز الاخير بالنسبه لي. يعني انت بالنسبه لك رقم 10 ايه يا كينج؟ انا مش هبقى متفق معاك المره دي في مركز 10. انا حطيت لوردز اوف ذا فولنز. اها، حطيت اللعبه دي في المركز العاشر. ان اللعبه دي برضو كانت نفس الفكره، عايزه اهتمامك دارك سولز، بس اللعبة كانت مشكلتي معاها ان هي كانت برضو على البي سي، كانت من اسوأ تجارب الدنيا، كان بورت سيء جدا بتاع البي سي. اتحلت، بس اللعبة كانت كلونكي بشكل غريب. يعني انت بتحس ان انت بتلعب بعرايس كده، عارف، تحس ان في حاجة مش مظبوطة في الجيم. فاللعبة حسيت ان هي يعني برضو كوبي دارك سولز مش لطيف، عشان كده انا حطيتها في المركز ده بالنسبة لي. انا برضو بالمناسبة في رقم 9 بقى، طب انت فتحت موضوع دوت، انا حاطط فيها برضو لوردز اوف ذا فولن، لان انا فاكر ان دي كانت اول لعبة تقريبا، دي كانت اول لعبة نقول ايه ده، هو بيعملوا لعبة زي دارك سولز ولا ايه؟ وهي الفكرة اللي شدني صراحة اول ما شفت حتى اول تريلر ليها، انها كانت اول لعبة سولز لايك تبقى فيها سينماتيك كات سينز، اللي هو احنا مش متعودين الكلام ده على دارك سولز. تخيل انت دايما معتمد على اللور وانك انت تدور على القصه بنفسك، لا هنا القصه موجوده في وشك على طول. فده يمكن يكون الحاجه الوحيده اللي قلت ممكن اجربها، بس بصراحه لما لعبتها شفت موضوع ان الجيم بلاي برضه زي ما انت قلت كلانكي، وبصراحه اوفرول يعني تعتبر من احلى كلونز اللي عجبتني نوعا ما. يعني انت رقم 9 ايه بالنسبه لك؟ انا مورتال شيل برضه، فكره الجيم بلاي كانت حلوه عجباني جدا، واللعبة كانت بروميسنج، بس برضو وقعت في نفس الفخ تاني، اللي هو انا عايز اعمل لعبة زي دارك سولز، على الرغم ان انت ممكن باللي انتوا مقدمينه، لا انتوا كنتوا ممكن تعملوا حاجة افضل من كده بكتير. اللور بتاع والقصة نفسها في اللعبة كانت لطيفة، وكان زي ما انت بقولت فعلا فكرة الهاردنينج، وان جديد زي السبيريت دي بتدور على شيل ان هي تروح فيه وبتاع، فلا كان الموضوع كان فعلا جامد، كان لذيذ، الفكره كانت صايعه زي اتاك اون تايتن فعلا. يعني كاوفر اول لازم تتحط في المكان ده مع البلاوي اللي جايه بعد كده. بالظبط، عشان كده بقى انا رقم 8 بقى هنخش في الاختلافات الاراء هنا ما بيننا تقريبا. انا هختار فيها دارك سولز 2، لان انا فاكر اصلا من اول ما نزلت اللعبه دي كان في انقسام رهيب ما بين الفانز اصلا، في اللي حبها وفي اللي مكرهها. يعني كانت اقل بكتير من الجزء الاول بكل صراحه، بالذات من ناحيه القصه. اللور نفسه ملوش علاقه بالسلسله، لانك انت رجعت كمان وشفت هو ايه السبب حاجه زي كده، عرفت ان ميازاكي العبقري وراء كل الكلام دوت ما كانش شغال على البروجكت دوت. انا بالنسبه لي بس الحاجه الحلوه اللي كانت فيها كان نوعا ما كلاسات كانت لطيفه جدا، وكان في فرايتي رهيب، وطبعا البوسز اللي انا عمري ما هنساهم زي البرسيور والاولد دراجون سلاير، دول لغايه دلوقتي فاكرهم كويس جدا، وكانوا كانوا ايكونيك بصراحه. ده بالنسبة لي أنا، عشان كده حاططها الجزء دوت في رقم 8. أنت بالنسبة لك إيه بقى رقم 8؟ متفقين المرة دي في نفس المركز، أنا حاطط برضو دارك سولز 2 في المركز ده. طب حلو قوي. أنت متفق كده معايا إن هي أسوأ جزء تماماً؟ أنا متفق تماماً في الموضوع ده، إن تحس إن هو ساعتها كانوا في شوية غرور شوية، تاخد بالك صح، في ان هم كمان ما يعتمدوش على ميزاكي، فالموضوع ده كان فعلا عارف تحس اللي هو ايه يا جماعه في، لا ما تنسوش نفسكم برضه، مفيش روح، مفيش روح، هي الجيم مشكلتها كلها ما كانش فيها روح اصلا. انت اللينير نفسه بتاع الجيم تحس انه في حاجه صح، مش مظبوطه، يعني انت مش عارف انت هتروح فين وتيجي منين وتعمل ايه، ولو الدنيا فعلا كانت معقده بزياده، اللي هو انت كنت ممكن تخليها معقده، وده برضو من ضمن مزايا السولز لايك جيمز يعني، او السولز عموما العاب السولز، بس انت يعني زودتوا فيها التعقيد بزياده عشان تصعبوا اللعبه اكتر من ليس الا. لكن فعلا كان في فرايتيز في الكلاسز، ودي كانت حاجه، عنصر الار بي جي كان لطيف،
لكن اللعبة بصراحة انا احطها برضو في المركز ده، انا متفق تماما. انا بقى بالنسبة لي بقى رقم 7 سلسلة نيو، بالذات الجزء الاول. انا عندي ذكريات جميلة جدا مع اللعبة دي، بالذات ان انا لعبت كمان الديمو بتاعها لو انت فاكره، اول ما نزلوه في الاول وانت بتلعب بوس معين كده اللي هو بتاع المركب دوت. اللعبة دي عجبتني جدا 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 الجيم بلاي بتاعها الجديد. الحاجة الوحيدة اللي انا فاكرها ما عجبتنيش اول ما شفته هو الديزاين بتاع البطل نفسه اللي هو ويليام، حسيته كده لا، وحسيته كمان نسخة رخيصة من جيرالت بتاع ويتشر فاشل يعني. هو تحس هو كده، فاهمني ازاي؟ فانا عن نفسي اللي شدني ان المطورين تيم نينجا قرر يعمل لعبة سولز لايك بس تبقى ليها الايدنتيتي بتاعها. الجيم بلاي الستانسز والحاجات دي كلها عمرنا ما شفناها في دارك سولز عموما، فكانت نقلة حلوة وعملت زي تحس انك انت مش كلون، دي بقتش كلون خلاص، دي بقت لعبة لوحدها واخدة الروح بتاع دارك سولز بس لعبة مختلفة تماما عن اي حاجة تانية. فعشان كده سلسلة نيو انا حطيتهم الاتنين مع بعض لان الاتنين بيكملوا بعض، وانا بصراحة بحبها جدا وتستحق المركز ده. انت مركز 7 ايه بالنسبة لك؟ انا المركز 7 بالنسبة لي هتبقى ديمون سولز، على الرغم ان ديمون سولز تعتبر هي اللي بدأت كل حاجة، وساعتها الموضوع بالنسبة لي برضو كان اللي هو ايه ده يا جماعة، في ايه ده، ايه اللي احنا داخلين عليه ده؟ انا فاكر ان عامل ألبان رهيب في اليابان، ألبان مش طبيعي، وكانت مخيفة بصراحة وما زالت مخيفة. بس انا بالنسبة لي انا الحقيقة ما لعبتش ديمون سولز بتاعت بلاي ستيشن 5 حقيقة، لسه ما حالفنيش الحظ. بس انا هتكلم بحكم تجربتي اللي هي نوستالجيك شويه لما جربتها على البلاي ستيشن 3 في 2009 اول ما نزلت. اللعبه كانت معقده جدا جدا جدا, جدا لدرجه ان هي صراحه عرفت قفلتني قفله مش طبيعيه. اللي هو طب يا جماعه انت مفيش اي جايد، طيب اي حاجه، مفيش توتوريال، حتى مفيش توتوريال كده، مفيش 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 حاجه خالص. طيب دلوقتي هنخش على رقم 6 بقى، وده اللي هيبقى تقطيع في كل الاختيارات. انا بالنسبه لي زيك هنا حطيت ديمون سولز الريميك على نسخه الشتي لما لعبتها، اللي زيك برضو حسيت بقهره بجد. انا فعلا فاكر نفسي ساعتها انا كل بوس بلعبه انا مش مصدق اللي بيتقدم قدامي، وكنت بخش على جوجل واشوف بقى هو ده طبيعي يعني، هو ده طبيعي اللعبه تبقى كده؟ هل انا مثلا نوب؟ هل ايه؟ طب اكيد في مشكله، فاهم؟ رغم ذلك عرفتني معنى الترايل اند ايرور، اللي هي فكره ان انا اتعلم كل ضربه واتعلم التايمينج. انا عمري ما شفت كده، فعشان كده هي بالنسبه لي ليها كده معزه في قلبي. طبعا انا عمري ما انسى بقى التاور نايت او حتى ميدن استيريا، البوسز دول رموز في سلسله السولز. تاور نايت رمز طبعا والموسيقى بتاعته. فانا بالنسبه لي طبعا انا مش هتكلم على الكاميرا، كانت زلاله تماما، كانت سيئه جدا بالذات في البوس بتاع مان ايتر وكذا بوس، كانت صعبه ورخمه، فهي فيها مشاكل كتيره جدا، فعشان كده كانت لازم تتحط في رقم متاخر شويه زي رقم 6. انت بقى السادس بتاعك ايه؟ انا المره دي حاطط ثنائيه نيو. عكس بعض على الرغم ان عكس بعض. انا ثنائيه نيو، بس انت قلت كلمه حلوه جدا برضو كنت اقولها، انت دايما بتسبقني بالكلام اللي بيبقى في دماغي، ما بتسيبش عندي حاجه اقولها. نفس الفكره يعني فعلا نيو نجحت ان هي تبقى لعبه قائمه بذاتها باسلوب لعب فعلا اللي هو انت مش قادر تقول ان هي زي دارك سولز. هي دي خلاص نيو، هي اسمها نيو خلاص، بالستانسز بقى واليوكاي والتكنيكس اللي انت بتتعلمها في الجيم، وبعدين برضو شغل الماجيك اللي فيها والسكيلز والسبيلز. فلا الموضوع بصراحه في نيو كان تحفه. انت 1 ولا 2 عجبك اكتر؟ لا انا 2 عجبتني اكتر. 2 شدتك اكتر؟ تمام. 2 شدتني اكتر. الموضوع فعلا كان عارف بداوا ان هم يتوسعوا اكتر وقدموا لك برضو تجربه اعلى واعمق بكتير. طيب هنخش بقى على رقم 5 اللي هيضايق مني بقى كتير من الناس، لان انا مختار سيكيرو شادوز داي تويس. دي بقى فيها ضرب بقى، انا عارف انها فيها ضرب، بس اللعبه دي انا عارف بالذات ان هي ليها جمهور كبير جدا، وحتى خارج اصلا الفانز بتوع سولز جيم، عشان كده في ناس هتتخانق معايا. بس انا عامه عشان بس ادي اللعبه دي حقها الاول قبل اي حاجه، هي احسن سورد بلاي شفته في حياتي تقريبا في اي لعبه تانية. اللعبه فيها ترافيرسل، طريقه التحرك في العالم بالجرابلينج هوك غريبة، وانا حاجة مش متوقعة تماما من فروم سوفت وير اصلا، وكمان احسن تسلل في السلسلة دي بالكامل، خلينا واقعيين بحاجة زي كده يعني. انا لو هتكلم الحاجة اللي ممكن تبقى قفلاني شوية، ان انا يا شباب للاسف انا مش بيك فان للفولكلور الياباني. للاسف المفاجأة ليا للشخصية دي، مفاجأة اكتر من الترتيب.
يعني انا لا انا افضل الدارك فانتسي عارف اللي احنا متعودين عليه في الدارك سولز والحاجات الخياليه دي والتنين اكتر من سكه بقى ايه اليابان والمظاهرات اللي في اليابان والقادة المعروفين جدا مش بتاعتي قوي. فعشان كده يمكن ده سبب رئيسي ان انا ايه سيكيرو ما تشدنيش جدا عشان هي معتمده قوي 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 على الموضوع ده في القصه بتاعتها. من افضل البوس فايتس اللي قابلتني في السلسله سواء بقى الجارديان ايب او حتى طبعا يعني اتشن طبعا اللي ده على جنب تماما والحرب ما بين اول طبعا. بص اللعبه فيها حاجات تحفه. انت طبعا بعد ما فاجئتك انت بقى رقم خمسة بالنسبه لك ايه؟ دارك سولز ريماستر. انا بقى بالنسبه لي دي مفاجاه هارد بروكن يعني. بس خد بالك ده ما يمنعش ان فعلا عارف اللعبة دي قال ما يقال عنها ان هي ماستر بيس طبعا في كل حاجة طبعا. يعني بص بالذات ان الريماستر كمان تحديدا لا انا استمتعت بكل لحظة وكل ثانية فيه. لعبت الدارك سولز 1 اول ما نزلت ولا لعبتها بعد اجزاء التانية؟ لا لعبت لا انا لعبت لا لعبت 1 اول ما نزلت طبعا انت واخد بالك. بس انا بتكلم برضو ان انا ترتيبي انا من وجهة نظري انا حاطه بناء على ذكرياتي مع كل لعبة فيها. انا مش حاطط باي بناء على اي حاجه مش دعوه مش دعوه ولا بالتقييم ولا اي حاجه. احنا بنتكلم هنا على كل واحد حابب ايه الجزء اكتر من قبليه يعني وليه اسبابه كل واحد ليه اسبابه بالزبط. عشان كده بقى بالزبط. انا رقم أربعة ليا اسباب وعارف الناس هتهاجمني وهي دارك سولز 3. انا متاكد ان ده اختيار بالذات هيسبب يعني مشاكل لان انا عارف بص مبدئيا احنا عارفين ان دي الفينالي وهي دي نهايه القصه بقى. الحاجه اللي يعني ممكن تكون سبب رئيسي ان انا يعني احطها هنا قبل لعب بعد لعب تانية هي فكره انها ما حسيتش انها قدمت شيء جديد تماما عن الجزئين اللي قبليهم يعني او حتى بلاد بورن او وات ايفر الاجزاء اللي احنا عارفينها سولز لايك. حسيت انها قريبه جدا ليهم او ما كانش فيه تقدم قوي او باين شويه زعماء يطلعوا من نفوخك سواء بقى من صعوبتهم او موسيقتهم اللي هتخليك تقشعر اصلا زي مثلا ابيس ووتشرز والمصيبه طبعا الهباب النيمليس كينج اللي انا مش حابب اصلا افتكره خلص باللي حصل معايا. انا قعدت معاه كذا يوم ده لوحده كده قعدت معاه كذا يوم. وعندك طبعا الموسيقى بتاعت لوثريك الكينج لوثريك او البرنس لوثريك كانت رهيبه. عشان كده انا حاططها هنا لتفهمي ليها انا حاططها بصراحه رقم أربعة. انت بقى بالنسبه لك ايه؟ انا رقم أربعة بالنسبه لي هتبقى سيكيرو. بدلني تمام برضه نفس الفكره تاخد بالك. انا على الرغم ان انا سكيرو على فكره انا لحد النهارده تعتبر دي اطول لعبه انا لعبتها كسولز لايك من فروم سوفت وير. يعني بص جابت لي الضغط والسكر وعالجت منهم وجابهم لي تاني. صعبه جدا 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 تاخد بالك. بس انا كنت عارف انت برضو اول ما شفت الجيم جابت لي على طول احساس لو تفتكر كان في زمان لعبه اسمها تنشو. هي بالظبط هي واخده الروح بتاعت تنشو. بص الروح تنشو تحس ان هي متقمصه داخل سكير. وبرضو مش هنسى برضو اللي هو الديمون اوف هيتريد وعارف انت يعني ده مصيبه اصلا الكوربتد مانك ده. بص الكوربتد مانك ده رهيب لا 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 اللعبه. وبعدين يعني عارف انا كنت مفتقد فيها حاجه واحده بس مالتي بلاير. مش عشان خاطر ان حد يساعدك في انك تعدي الجيم لا انا بحس ان هي متعه تانية خالص. ليها متعه تانية خالص لا المالتي بلاير كان هنا عنصر مهم جدا. لكن انا بالنسبه لي انا كان نفسي احط سكيرو قدام بس انا عشان خاطر الحاجات دي مش موجوده فيها فانا هحطها في المركز الرابع. دلوقتي احنا بقى نخش على التوب 3 بقى نخش بقى على الجمدان كله. ورقم 3 بالنسبه لي هي إلدن رينج. اعلى لعبه واخده تقييما بس انا بالنسبه لي يعني اصلا انها تتحط في التوب 3 في فتره قليله على فكره لسه متعود يعني ما لعبتهاش كذا مره يعني كل لعبه انا قلتها هنا لغايه دلوقتي واللعب اللي انا هقولها بعد كده لعبتهم مثلا لا يقل عن 3 4 مرات يعني عشان تبقوا عارفين انا بيك فان للسولز. اللعبه دي لعبتها مره واحده فعشان كده ستيل لسه ايه يعني غلاوتها عندي ما شدتش زي الباقي. بجد اللعبه تحفه 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 من كل شيء. اللعبه فكره ان ميازاكي يدخلك بقى في رحلته ويحكي لك القصه بنظام الاستكشاف بحريه مطلقه في عالم مفتوح بالظبط فعلا خلت يعني الموضوع يبقى مختلف عن تجربتي في بقيه الالعاب التانيه اللي هو عملها. الجيم بلاي نفسه كان كوكتيل كده تحس ان هو من شويه من دارك سولز وشويه بلاد بورد وشويه من سيكيرو اللي هو كانت فكره حلوه ان هو يجيب لك كذا عنصر ويعمله وفكره الماونتنج لاول مره في السلسله بالكامل. ففي حاجات كتيره جدا موجوده هنا وحتى في زعيم معين يعني علق معايا طبعا مش هينفع نتكلم عن الحاجات هنا عشان في حرق لسه اللعبه جديده. فيعني فيها حاجات بصراحه مبهره وفعلا هي تستحق اصلا لقب ماستر بيس. فصدقني لما اقول لك اللعبه دي مبهره. انت بقى بالنسبه لك رقم 3 انا رقم 3 بالنسبه لي هتبقى دارك سولز 3.
دارك سولز 3 انا يعني لك ان تتخيل انا اللعبه دي على الرغم ان هي اسهل جزء فيهم زي ما قلنا من شويه ان هي اركيدي جدا، بس بص ليا معاها ذكريات مع كل الناس يعني اللي لعبناها سوا ولا ما لعبتها لوحدي. انا وصلت لحد نيو جيم بلس 7 متخيل لعبتها لدرجه ان انا كنت حافظها اكتر من اسمي. فدارك سولز 3 احلى موسيقى او كومبوزنج اتعمل في لعبه من الاخر يعني اجزاء السولز كلها، وحتى البوسز الجانبيه اللي كان من ضمنهم النيمس كينج طبعا كان يعني برضو كده عارف انت اللي هو انت داخل على يعني ايه يا عم في ايه واخد بالك. لا 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 احضر ايوه مش كده خالص يعني. اللعبه الوحيده اللي خلتني متشرد بقى ان انا كنت بكره خالص فكره الانفيدرز والحاجات دي، فكنت لا انا مصر بقى انا بعد نيو جيم 7 بلس لا انا هخش انفيد واحط على الناس واخد بالك كده، فكنت متشرد جدا في اللعبه دي. فمعيار الساعات فيها اللي خلاني صراحه والاستمتاع فيها ده اللي خلاني احطها. انا بقى هخش على رقم 2 الماستر بيس ذكريات العظمه كلها دارك سولز 1، لان اكتر شيء خلاني اصلا اغرم بيها وبقى فان بوي عنيف كمان اتجاهها هي تصميم الخريطه نفسها. كون اللعبه اصلا المفروض لينير تماما، انت يعني فكره انك انت تفتح الابواب على بعضيها وتنزل سلم ويبقى العالم بتبدا بالظبط الشورت كاتس اللي انت بتعملها وتفتح حاجه لحاجه تخليك تحس انك انت في عالم مفتوح، دي حاجه انا عمرنا ما كنا شفناها قبل كده اساسا في تاريخ الالعاب، ودي كانت اول ما بدا هنا وخلت العاب جت بعديها زي جادو فورد نفسها تقلدها. ففكره العبقريه في تصميم عالم لينير ويبقى يحسسك ان هو اوبن وورلد ده كان يعني بلس بوينت بطريقه غير طبيعيه، خليك عامل استكشاف بالظبط جيم تشينجر وخلى عامل استكشاف يوصل لاماكن تانية خالص. بس لو هتكلم عن البوسز هي فيها من اعظم البوسز في تاريخ، كفايه اورنستين اند سموك يعني ده دول اصلا التخين والرفيع دول بهدلوني. فانا اللعبه دي هتفضل طول عمرها لعامل نوستالجيا فقط بحت من التوب 3 حتى لو نزلوا ايه بعديها، عشان كده ايلدن رينج حتى بعديها. اللعبه دي انا لعبتها لا يقل عن 5-6 مرات حرفيا، كل مره بلاقي حاجه جديده ما شفتهاش في لعبيها. فانا بالنسبه لي هي ماستر بيس بمعنى الكلمه. انت بالنسبه لك رقم 2؟ انا بالنسبه لي رقم 2 هتبقى ايلدن رينج، محطوطه في المركز ده علشان برضو انا ستيل لسه ما خلصتش الجيم. انا لعبت الجيم في الكلوزد بيتا بتاعتها، بس اللي انا هقدر اقوله وبرضو انا لسه بادئ الجيم برضو من شويه يعني بس ما دوستش فيه قوي، بس اللي اقدر اقوله ان اللعبه حرفيا يا جماعه خيال خيال. دخول جورج ار ار مارتن مخليها مخال بيمدي تقل مش طبيعي، كانك عارف انت بتحترم اللعبه، في احترام متبادل كده مع اللعبه وفي هبه يعني. ده الاحساس ده برضو واخد بالك ما يحسوش غير الجيمر اللي بيحاول يركز في كل التفاصيل اللي من حواليه. مثلا لو انت لاحظت طبعا شفت انت السنترال تري اللي هي بتبقى في نص الماب دي، الجيم بلاي الاوبن وورلد معمول فعلا بحبكه ممتازه. برضو البوسز الجانبيات الكيفز الموجوده برضو دي حوار تاني، وفكره ان انت في اوبن وورلد اصلا مخليك ان انت عايز تكتشف كل سنتي فيه. فلا فده انا اعتقد فعلا ان انا ان شاء الله يعني لو العمر باقيه هتبقى اللعبه دي رقم واحد، بس لما اخلصها ان شاء الله. استنوا برضو ان شاء الله برضو فيديوهات الجيم بلاي لالدن رينج هتبقى موجوده على القناه ان شاء الله. هنخش بقى دلوقتي رقم واحد، مختارين نفس الحاجه والحمد لله انك انت طلعت واختار بلاد بورد زي مبدئيا عشان الناس تعرف هي بلاد بورن مش بس رقم واحد هنا، لا هي من توب 3 افضل العاب لعبتها في حياتي، ودي ممكن ابقى اعملها فيديو شخصي. والله بجد اللعبه دي حته تانية خالص يعني، هي مش عشان سولز لايك يعني حاجه تانية خالص. انا مش عارف هبدا ايه في ايه ولا ايه. هقول لكم المفضل عندي مبدئيا كده اللور والقصه السوداويه اللي وراها المستوحاه طبعا من اتش بي لاف كرافت كانت غريبه. فكره الخوف من المجهول دي كانت احلى حاجه انا بالنسبه لي اصلا اتقدمت في بلاد بورن، واتقدمت بشكل اللي هو عمرك ما ينفع تتقدم تاني في اي لعبه، وكل وحش ليه قصه عميقه وكمان بتتاثر اتجاهها يعني. دي كانت حاجه برضو عمرك ما تتخيلها تتعاطف معاهم كمان بالظبط. دي كانت حاجه انا ما حسيتهاش في معظم العاب السولز الا ممكن دارك سولز 1، بس دي كانت فيها كذا بوس كده. والميوزك بقى انا بالنسبه لي افضل او اس تي او ساوند تراك موجود في السلسله بالكامل. انا عارف انك انت بالنسبه لك دارك سولز 3، انا بالنسبه لي بلاد بورن احلى موسيقى بدون نقاش يعني لاسباب كتير عامه في العاب كلها. هو لودويك طبعا وجيرمن طبعا ذا فيرست هانتر دول عظمتهم ما تتوصفش، حتى ليدي ماريا ايكونيك مفيش اظن اللعبه هتقدر تعدي وتبقى كومبليت بالشكل ده. فانت بالنسبه لك باكينج انت بلاد بورن برضو ليه بقى؟
بلاد بورن. انت طبعا انت قلت اسباب كتير جدا من ان احنا ما اتفق فيها معاك تماما، بس برضو لو هنتكلم على بلاد بورن كجيم، فانت بتتكلم في لعبة من 2015 لحد النهاردة، اللعبة لسه يعني ongoing شغالة، واللعبة لسه بتجذب ناس ليها، واللعبة لسه بتقدم لك كتير وكتير. كفاية ان انت اصلا ان فعلا اجواء اللعبة مش موجود في اي لعبة تانية خالص. بالظبط بالظبط. وبعدين انت بتتكلم فعلا ان اللور مش يعني انت بتجيب اللور يا راجل من الايتمز نفسها، الايتمز والويبنز، كل حاجة بقصة. ففعلا ان انك تلعب لعبة، والناس اللي بتركز مع اللور في الالعاب بتلاقيهم مع بلاد بورن بالذات بيحصل لهم سبحان الله، زي ما بيعرف انت، من كتر الكآبة والاكتئاب والحزن اللي انت بتحس بيه وانت بتلعب. دي مش اي حد يقدم لك التجربة دي. الكوب طبعا، الكوب برضو كان حوار في اللعبة. وتاخد بالك برضو ان انا استمتعت باللعبة برضو لوحدي ومع برضو مع اصدقائي. فلا، الموضوع مختلف تماما في بلاد بورن. وبرضو الدنجنز دي لوحدها انت بتتكلم في ايه. وبعدين انت من الالعاب القليله جدا انك مجرد ما بتقفلها انت بتحزن، مش قادر تبطلها. انا لحد النهارده الاسطوانه بتاعت بلاد بورن عندي ومش هفرط فيها. احنا كده كنا خلصنا الفيديو، احنا ده الرانكينج بتاعي انا وكينج. اتمنى في الكومنتات بقى تقولوا لكم برضو رايكم، اكيد رايكم مختلف عننا، ان في حاجات كتيره جدا احنا فاجئنا نفسنا اصلا بيها. يا ريت فعلا الناس تشاركنا كده في الكومنتات. وطبعا يا جماعه، احنا الترتيب بتاعنا مش افضل واسوأ، هو الترتيب بالنسبه لنا ان هي فعلا عن تجربتنا الشخصيه. احنا مش بنقول مثلا رقم 10 وحش ورقم 1 حلو، لا، هم كلهم حلوين. ما تنسوش بقى تدعمونا باللايك والسبسكرايب، وتدوسوا على جرس التنبيهات عشان يجي لكم كل جديد. وفي الديسكريبشن في اللينكات الخاصه بستورز جيمز تو ايجيبت ومواقع صفحاتنا على السوشيال ميديا. كان معاكم عمر وكينج من جيمز تو ايجيبت. سلام.